اهلا، كديري البنات؟ صباح الخير، كديري؟ لاباس عليكم؟ صحيحين؟ قبل ما نبدا الكلام وقبل ما نقول لكم اخر الاخبار اللي سمعتها، غنتوجه لجميع الجزائريين، اخواننا العرب اللي رفعوا الراس ديال المغرب العربي. والبارح مبروك، والف الف الف مبروك. هاد التبريك هذا نوجهه خاصة لواحد النسيب ديالي عزيز عليا بزاف، الجزائري، وكان قال لي دعي معنا باش نربحو. حتى خويا ربحتو، مبروك والف مبروك. وإلا ربحتو نتوما بحال اللي ربحنا حنايا، المغرب والجزائر راهم خوت وجيران وحباب، والله يدومها محبة ويدومها نجاح في النجاح. كما وعدتكم خدكم، يعني ما وليتش نقدر اللي لما درت الفيديو الصباحي عشوية غتسموني رابحة صباحية، لأن يعني صراحة قلت لا، حشومة البنات متعودين باش في الصباح نحط لهم الصباحيات ديالي، ما فيها باس نقول لهم اليوم الخبر اللي في الحقيقة، باش نجمعوه مع جميع هاد الأخبار ديال هاد السيمانة، وهاد يعني هاد الدراري اللي ولاو تيتعاطى، وغير باغيين يشتوا البلاد صراحة، وما بقاش عندهم الفكر ديالهم باش غيقادوا المستقبل ديالهم بحارات، تيفكروا في السرقه وفي النهب. وما نكذبش، ما عرفتش انا صراحه، انا ما بغيتش نحط اللومه على حتى شي واحد، واش على التربيه ديال الوالدين، ولا على المجتمع، ولا على الحكومه، لان صراحه هادشي تيخلع بزاف. انا جيتكم انا عباش نحضر هاد الولاد هادو، واكثريه هاد الشباب هادو، باش نقول لهم اخوتي، يعني زعما شوفوا الناس فين تتوصل والناس فين تتفكر. سمحوا لي ديما الصباح، راكم عارفيني تنكون مسدوده، لان مع شحال مده هذه ما خدت الكينه، لان اختكم تطلع عليها الطونسيون، ولكن هاد الايام واللي تاني تناخذها معليش وتيصبح الراس ديالي ماشي هو هذاك على مدة، عادة نشد في راسي صراحة مع هاد القهيوة هادي. عادة شوية خدكم بشوية بشوية سترجع لي الوعي. مهم، ما علاناش خوتي، الناس ولاو غيوصلوا القمر، وعاد ولي رحلات القمر، وانا جايبه لكم واحد الفيديو صغير ماشي تكبير، غير باش نوري لكم الناس على شي هضروا تيهضروا، باش حيت تيهضروا بالطاليانيه ما غتفهموهمش، تيهضروا الزين على انهم غيعودوا دايرين رحلات لسباسيو، رحلات للجو. الناس غيعودوا عوض اللي غتمشي تسافر، مثلا كيما حنايا غتسافر فرنسا ولا الطاليان ولا المغرب ولا تونس ولا الجزائر، باش غدير العطلة ديالك الا بغيتي ديري العطلة ديالك في الجو اللي كان من ارابع المستحيلات. يعني الناس ما تيطلعوا غير الناس مؤهلين، والناس اللي قارين عليها صراحة، والناس اللي داروا مجهودات كثيرة وخدموا على روسهم باش غيوصلوا، ولا وصلوا، لان راكم عارفين القرايه ديالهم صعيبه والتكلفه اصعب. لهذا دابا هاد الناس، هذا كما تنقول لهم انا، هاد القوم اللي تنسموه حنا قوم عيسى، دابا غيحلوا رحلات ماشي رايانير لان محالش العرب ديالنا واش يمشيو ليهم، غيمشيو الناس دو غيمشيو دوك الناس اللي عندهم الفلوس، دوك الناس اللي تينهبوا في البلاد وتيحطوا يعرموا في الفلوس، يقدروا يمشيو ليهم.
ولكن بحالي وبحالك وبحال الناس الدراوش اللي تيخدموا على اللقمه ديال العيش وعلى باش يحسنوا، حنا تنضربوا باش تحسني الوضعيه، وما تحرميش وما تحرميش ولادك من داك الشيء اللي تحرمتي منه. يعني ما نبداوش نضحكوا على بعضياتنا، كنا عانينا وكل شيء. اللي انا تنهضر على الناس اللي في الطاليان، لان انا تنعرف الناس اللي في الطاليان. اما في فرنسا كاين الناس اللي ماشي تتمشي على باش غتقلب على خدمه وبتدمر، كاين الناس تيمشيو حتى هما باش يقراو وباش يحصلوا على دبلومات واعره، ومع الاسف تيمشيو يحصلوا على دبلومات واعره وتياخذوهم بالعرق ديال الجبين ديالهم، وما تيديروا عليهم حتى شي حاجه. لا هي لا ما تيستقبلوهم، ما تيرفعوا من القيمه ديالهم. الناس اللي قارين، الناس اللي واعين، الناس اللي جابوها تيوصلوا لواحد المراتب، العوض اللي خاصهم من اللي نزلوا من الطياره. وهذا النداء تنقولوا على حساب واحد الولد متتبع ديالي، ان الاخ ديالو مشى وجاب لا ليسونس، والله ما نكذب عليكم فاش، لان ما بقيتش عاقله هذه 3 ايام ولا 4 ايام باش قالها ليا، ومع ذلك ما داروا لي حتى شي حاجه، يعني بحال كانه لا شيء. مع الاسف ان السيد دابا في شي دوله اوروبيه دابا غيعنقوه وغيمرحبوا به وغيشدوه فيه بيديه وبسنانه. اما في المغرب ديالنا ما داروا لي حتى شي حاجه، والاخ ديالو تيتاسف على هاد الشيء هذا اللي حصل، وماشي هو الاول، يعني بزاف ديال الناس. عندنا حنايا القارين، عندنا الفيزيائيين، عندنا الناس اللي تتبحث، ماشي كون كلشي دابا كما تنقول اخوتي حوته تتخنز شواري. يعني ماشي حيت كاين ديما كاين القبيح وكاين المليح، ولكن هذا الشيء تاع التشجيعات. الا كان واحد التشجيعات الناس تعطيه هذا الهدف وتقول لك خاصني نخدم كيما وقع لينا حنايا دابا في هاد اليوتيوب هذا، صراحه بدوني بلا ما نمشيو بعيد. يعني ملي تتشوفي واحد الاخت ديالك وصلت وفرحوا بها ودارت، تقولي انا خاصني نبحث، انا خاصني نعطي، علاش لا؟ ماشي طمع وماشي حسد، وانما المهم بحال تتخلق فيك واحد الروح الرياضيه باش تجي تخدمي على راسك وتتحركي. حيت كون هاد الناس حتى هما ملي يمشيو لفرنسا ولا يمشيو للميريكان ولا يمشيو، لان العرب ديالنا ماشي غنقول لك على المغاربه، على جميع العرب، انهم تيمشيو يقراو برا وتيجيبوا مؤهلات قويه وتيجيبوا شواهد تدوي عليهم. يعني زعما ماشي هما اللي تيبر ايدو على راسهم، ولكن الشيء هذا اللي جايبها هي تدوي على راسها. لو كان نخلق واحد الحماس في هاد الناس ونمرحبوا بهم ونحطوهم في المكان اللي في المكان اللي تيستحقوها، هاد الشباب ديالنا الوقيله هو غيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا خاصني نخدم على راسي وخاصني ندير كما دار جاري ولا ندير كما ندار. حيت حنايا في الاول ديالنا هاد الشيء اللي كان كنا تنقولوا علاش كيما وصل جاري خاصني انا نوصل انا، وكيما تنعاود لكم ونكرر ماشي حسد، وانما عاد تخلق فيك ديك الروح ديال الروح ديال، يعني ماشي تيقول لك ضد وما تحسدش، يعني الروح ديال باش تتحرك على راسك وتتخدم وتتجاهد باش توصل فين تتحلم توصل. خوتي دابا ليسباسيو اش خلاوها كما تيقولوا هما، الجو دابا عيعود رحلات ورحلات، ماشي رايانير كما قلت لكم ديال 60 يورو وديال 20 يورو لا تجهدت عند طاري تورنو كما تنقولوا مشي يوم جيا، ولكن لي سباسيو 30 مليون اللي بغى يمشي يتفحص ويدور لي واحد الدويره في الجو تتسوى 30 مليون. ولا بغيتي لاندا تريتورن ولا بغيتي المشيه والمجيه تتسوى 50 مليون. بزاف ديال الناس غيقولوا لقى 50 مليون رابحه غنمشي نشري بها واحد البقعه ولا غنشري بها واحد الدار. هادشي هو المهم، لان هذا هو عقليه ديالنا محدوده.
ما تنبغيوش كيما دابا الاغلبيه ديال الناس كيما تنشوفوا النظره الاولى. وتنهضر على الناس اللي في السن ديالي وفي اللي ما يقاربني سنا، يعني كانت الشغل الشاغل عندنا ان تخدمي تجمعي تقولي غندير واحد الدويره من بعد الشيخوخه باش ملي الانسان تيكبر وهادي عنده واحد الحويطات. ولكن حنا قويناه لان ولينا ماشي عام حيط تنديرو حيط واحد، تنديرو حيوط، والاغلبيه دابا كلهم تتاكل فيهم غا الغبره. واللي ما متفقنيش يكتبها ليا لان هادشي كاين ماشي ما كاينش. سمحوا لي. لهذا خوتي اللي عنده هاد 30 مليون ولا هاد 50 مليون، يعني بغى يضرب ليه دويره الاسباس ويشوف العالم، يشوف العالم الخارجي على الكره الارضيه، ما عليه. اي برونوطي في 2020 غتبدا هاد الرحله هذه، وهما دابا يعلنوا ليها فهاد الصبحيه هذه. انا سمعتها زعما اول ما درت قهوتي شعلت التلفازه تيهضروا على هاد المساله هذه. الناس فين وصلوا، فين تيفكروا، وما ماشي بعيد غيبداو يبنوا لينا حتى الديور تمايا، وحنا تنتقاتلوا ونقتلوا في خوتنا على تليفون، ولا تنقتلوا تنشدوا بنت بلادنا وندقوا فيها الماس وندقوها بحال راها شي مونيكا قدامنا ماشي بنادم. ما عرفتش انا في هاد الضمائر ديال هاد بنادم فين وصل الضمير. انا كما قلت لكم انا ما تلومش حتى هاد الشباب هادو، لان فعلا قلت شي تدير تتوريك شي افعال وشي اعمال خايبه بزاف. لهذا خوتي خرجوا على داك النطاق ديال حنا ما نقدوش، حنا ما نعرفوش، حنا ما عندناش الفلوس، اللي عنده الفلوس هو اللي تيوصل، ولا اللي عندها الفلوس هي اللي تتوصل. اجتهدوا على نفوسكم وشوفوا الطريق اللي باغينها، في اللي تتمناو توصلوا ليها، واللي داير قدامه شي حاجه في باله راه غيوصل يوصل. هذا كونوا متيقنين. ودابا غنودعكم والصباح سالات، بالسلام عليكم. سجيري. La cosa interessante è che questi voli, se vogliamo, già si sono fatti nel passato, quando si volava col Concorde a Mach 2 c'era quell'ebbrezza di volare a questa velocità. Ora si potrà volare a una velocità circa 10 volte superiore, quasi 7 km al secondo. Bene, allora grazie, noi restiamo con i piedi per terra e diamo la linea a Roma.